السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الانام اللي كيجيو رائعين وزوينين. صراحه في مناسبه رمضان كيجيو رائعين وزوينين بزاف. ندوز معايا ديريكتوم نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. كما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غندير فيلادلفيا، فرماج، معدنوس، مرتديلا. تقدروا تاخذوا اي كاشير، انا خديت هذا صراحه هو اللي متواجد عندي، هذا كيكون في المغرب يعني من اسواق سلام، ديجا خديته وجبته معايا، هو زوين بزاف وصراحه رائع. الملحه، موتزاريلا، شويه ديال الابزار. صافي هذو المكونات ان شاء الله اللي غادي ندير. ندوز ان شاء الله نحلو هاد فيلادلفيا باش نبداو نخدمو الخدمه ديالنا. كما قلت لكم تقدروا ديروا كميه كبيره اللي غادي تبقى ديروها في كونجيلاتور، يعني كتبقى زوينه غير الوقت اللي كتحتاجوها، كتجبدوها ديريكتومون وكتقليوها في الزيت. نحاولوا نخلطهم، كل واحد يدير الكونتيتي اللي كتناسبو، تقدروا ديروا وحده، تقدروا ديروا جوج، كل واحد اللي بغى. وهنقول لكم عندي كاشير قطعته بحال هكا مربعات صغارين، حنا بغينا هنا تيبان، يبان عندنا في هاد الحشوه. غندير المعدنوس، لكن ما عنديش هاد المعدنوس كلو، بلي حيت انا تنخدم بيه داكشي اش قطعت كميه كتير. دابا غادي نديرو موتزاريلا كميه كيما شفتو حنايا، دابا نبداو نخلطو ان شاء الله كعاد المكونات. ندير الابزار، وغندير الملح، صافي. ودابا ندوز نخلطو مزيان هادشي ونرجع معاكم. كما شفتو معايا استعملت جوج ديال فيلادلفيا ديال 330 غرام، خاصني نديرها في الثلاجة نخليها واحد ساعة على الأقل باش تشد راسها مزيان. كتعرفو الفيلادلفيا شوية خفيفة، عاد نرجع معاكم باش نطويو. هادي هي الورقة اللي غادي نستعمل كيما شفتو معايا. غادي نجبد دابا ديال وحدة، ناخد منها شوية نحلوها باش نرجع نخدم. ندير الفرماج، مديروهش كبارين بزاف، غير قد هكا كيما شفتو، غير شويه ديال شويه يجيو غير رقاق بحال هكا، كيجيو حلوين ملي كيكونو صغيورين صراحه بحال هكا. ولا بغيتو ديرهم حتى كبار ماشي مشكل، يعني كل واحد واختيار ديالو، مي بغيت ديال الفرماج انا تيعجبوني صغاري بحال هكا. قد هاد القياس غادي ناخد نعاود غير شويه كيما قلتلكم. ودابا غادا ناخد لافورم ديالها نقادها بحال هكا حتى ندير عليها الورقه. هادو غزالين بمناسبة رمضان، ولا جاي عندكم شي حد، ولا ديروهم مع اللحم عاود مشوي كيجيو رائعين بحال تشوفو اللحم وتزين، ديرو تزين بيهم.
حطي داك المذاق ديال الكاشير حتى هو رائع. انا صراحه كما شفتوا معايا البريوات ديال الصومو ديال هادو كلهم اللي منزلاهم على لاشين ديالي كلهم واعرين كلهم زوينين. ندير لي زيبيناغ حتى ما بالزيت وحتى هما غاليين كما شفتوا معايا. هادو هما لي نم ديالي كيجاو صغارين رائعين. تاخذوا منهم يعني القياس ديالكم اللي غادي تخليو ديك الساعات وديروهم في ساك ديال الكونجيلاتور. تاخذوا كل كميه اللي غادي كل نهار ديروها باغ اكزومبل غادي حيت هي اللي خديتو غير وحده راه تبارك الله راه الله يجعل البركه. اللي خديتو وحده في الفطور بحال هكا راه مزيان. صافي ديروا كميه اللي غادي توجدوا كل نهار تقدروا تكليوها. صافي وتسدوا تخرجوا من هذا الهواء وتسدوا الساك ديال الكونجيلاتور بحال هكا تنزلوا الكونجيلاتور. ان شاء الله من بعد نقلي معاكم شي وحدات ونرجع نقدمها معاكم ان شاء الله. شوفوا هذا نبدا خديت كميه كثيره ديال الفرماج غنقليها. هما ديال الفرماج ضروري كيبغوا الخليه راه في ساعتي تيقلاو ما كيشدوش الوقت بزاف داكشي اش قلت لكم ديرهم صغارين بحال هكا ما يكونوش كبار في ساعتي طيبوا في ساعه. بقاو نخلطهم غير بحال هكا مره مره نحركهم غير شويه نشوفو بحال هكا تياخذوا داك التحمار ديالهم تحمروا ديك الساعه صافي ونطفيو عليهم بوطه. ما تكونوش مجهدين عليهم بوطه تكون البوطه عادي على نار مهيله ماشي مهيله بزاف مي متوسطه. خاصكم ضروري تبقاو تحركوهم باش تشوفوا البلايص اللي تحمروا اللي ما تحمروش سيرتو لي كانوا مكونجلين. يعني الا جهدتو عليهم البوطا غادي تشيطو يتحمروا ياخذوا التحمر ويبقاو من داخل مدخلهمش السخونيه حتى ملي كنخرجو من الكونجيلاتور ما تنخلوهمش حتى يتلقوا ديريكتومون وتنقليوهم بحال هكا. كيما شفتو بدا اللون محمر على هاد الشكل صافي غادي نهزهم. كيما شفتو معايا هادو لي نم ديالي ديال الفرماج مقرمشي صراحة سمعو غزالين. تقليهم تقليهم حتى لآخر لحظة لي غتنزلهم فوق الطابلة. كيما شفتو قطعت ليكم هادي من الوسط قطعتها على جوج. صراحة جاو رائعين وجاو زوينين بزاف. نتمناهم ينالو إعجاب ديالكم. بقالي غير نقول ليكم بالصحة والراحة إلى فيديو آخر إن شاء الله وإلى اللقاء.